بسم الله الرحمن الرحيم. محاضرتنا اليوم هي CVS Responses، نتكلم بها بعد ما عرفنا النورمال فيسيولوجي اللي يخص الكارديوفاسكولار سيستم وآلياته ومصطلحاته وكيف يعدل بين التغيرات اللي تصير بالظروف الداخلية ضمن CVS، من blood pressure، من ناحية total peripheral resistance، من ناحية cardiac output وغيرها. الآن نجي نتكلم عن بعض ردود الفعل اللي يؤديها CVS من أجل تصحيح التغيرات اللي تصير بالوظائف الأخرى. نبدي بما يسمى النيورال ميكانيزمز، يعني الآليات اللي يقوم بها من أجل التعديل بواسطة الجهاز العصبي. كلمة ريسبونس اللي راح نتكلم عنها نقصد بها ريفلكس غالبا، وأي ريفلكس ما دام متصل بالجهاز العصبي فنحتاج إلى two pathways. pathway ينقل لنا التغير اللي صار من CVS إلى central nervous system، وpathway آخر ينقل لنا رد الفعل اللي راح يتخذ الجهاز العصبي المركزي على الجهاز الدوران من أجل إجراء التغيير المطلوب. فإذا input pathway which conveys impulses to the central nervous system. Input معناها مسار إدخال، هنا الإدخال والخروج نقصد بها من ناحية الجهاز العصبي المركزي، لأن هذه الباثويز هي nervous system، هي nerve fibers. فمن نقول إدخال نقصد بها الجهاز العصبي المركزي، يعني جايني من CVS للجهاز العصبي المركزي، فهذا نسميه afferent limb، معناها الطرف الوارد أو الجزء الوارد. Output pathway which sends impulses from CNS to the heart، وهذا نسميه efferent limb أو الجزء الصادر، الجزء الصادر. نبدأ نتكلم عن efferent pathway. efferent pathway ممكن نشوفه على عدة أشكال أو يبدي بعدة أماكن. أولا الكاروتيد sinuses، احنا عندنا الكاروتيد ارتري من اهم الشرايين، وهو الشريان شبه الرئيسي بالاضافه للفيرتبرال ارتري المسؤول عن تغذيه الهيد. الكاروتيد ارتري اثناء دخوله للهيد راح ينقسم الى انترنال واكسترنال كاروتيد ارتريز. هذه منطقه الانقسام نسميها البايفوركيشن. فهذه الكاروتيد ساينس يقول لي these are dilation of the carotid artery bifurcations. لأن الكاروتيد ساينس هي عبارة عن توسعات في منطقة البيفوركيشن الكاروتيد artery. innervated by branch of glossopharyngeal nerve اللي هو العصب القحفي التاسع، also termed nerve of hearing which serves as an efferent limb. الإحساس اللي واصل الكاروتيد ساينسز والمسؤول عن نقل هذه التغيرات اللي راح تصير بالكاروتيد ساينسز إلى CNS هو عن طريق الجلوسو فارنجيال نيرف اللي راح يعمل هنا كأفرنت لم. هذين شنو الكاروتيد ساينسز؟ sensitive to stretch found in the adventitia of the arterial artery wall. مثل ما نعرف جدار الأرتري بعدة طبقات، فالكاروتيد ساينسز هي أو تحديدا متحسسات التوسع بموجودات ضمن الادفنتيشيا اوف ذا ارتيريال وول، تتحسس التوسع يعني من يصير عند تمدد او تضيق راح تتحسسه وتدز اشاره الى السنترال نيرفس سيستم. الثاني والنوع الثاني هو الكاروتيد بوديز، small rounded organs found just near the carotid sinuses، بنفس منطقة البيفوركيشن of carotid artery وقرب الكاروتيد sinuses عندنا تراكيب مدورة صغيرة نسميها الكاروتيد bodies. then يحتوون على special sensory cells which responds to chemical stimuli. then يتحسسن التغيرات الكيميائية، وكذلك الافرنت باثوي مالتهن ينقله للجلوسو فارنجيال نيرف، ذني جدا مهم نحفظهن. الثالث هو الايورتيك بوديز،
شلون قلنا كاروتيد بوديز هنا ايورتيك بوديز من اسمهن موجودات على الايورتيك ارك. اركيمو ريسبتورز كذلك متحسسات لمواد كيميائيه فاوند نير ذا ايورتيك ارك اند بولمونري ارتري اند بيرهابس نير ذا كورونري ارتريز، موجودات في منطقه الايورتيك ارك والبولمونري ارتري والكورونري ارتريز، يعني باختصار قرب القلب وحول القلب، نسميهن الايورتيك بوديز. زين احنا من نقول كيمو ريسبتورز او متحسسات كيميائيه ايش نقصد بالضبط؟ نقصد بهن يتحسس المستويات وتراكيز الاو 2 والسي او 2 their afferent pathway in the vagus nerve. هذه مهمه تختلف عن الباقيات السابقات الباثوي مالتهم بالفيجاس نيرف. خلي اقول لكم شغله تساعدكم بحفظ ذني، من ضمن الكرانيال نيرف نيرفز 12 فقط الفيجاس نيرف هو اللي ينزل للثوركس والابدومن، هو اللي له تغذيات بمنطقه الثوركس وبمنطقه الابدومن. فالايورتيك بايفوركيشن هي منطقه عاليه بالرقبه، فاذا يجيها اعصاب اخرى من الدعش الاخرى لان هي حدودها ضمن الهيد والنك. فنتكلم معناها عن الجلوسوفارنجيال نيرف، بينما هنا الايورتيك بوديز هي بمنطقه القلب وهالشي بالثوركس، فالعصب اللي يوصل لمنطقه الثوركس هو الفيجاس نيرف. other receptors غير ذن الثلاثه اللي تكلمنا عنها عندنا ما يسمى بالستريتش ريسبتورز also known to exist in the arterial wall جدران الأذين pulmonary vein left arterial junction. pulmonary vein يرجع لوين؟ يرجع للليفت arterial صبي. فبمنطقة اتصال pulmonary vein والليفت arterial موجودات stretch receptors، بعد موجودات باللنجز، بعد موجودات بالcoronary arteries وبالventricles وراح نتكلم عنهم لاحقا. فإذن الجزء الأول من الرفلكس عرفناه يتمثل بالأفرنت باثوي، المسار اللي راح يجيب لي هذه المعلومات. من يجيب المعلومات؟ عرفنا من عدة أماكن، أولاً الكاروتيد ساينسز، اثنين الكاروتيد بوديز، ثلاثة الأيورتيك بوديز، أربعة أذر ريسبترز اللي هم عبارة عن ستريتش ريسبترز موجودات بعدة أماكن. اما بالنسبة للإفرنت باثوي اللي راح يجيب لي رد الفعل، اللي راح يجيب لي الجواب مال السنترال نيرفس سيستم عن شنو الإجراء اللي نتخذه بسبب هذا التغير، فهو احنا نعرف انه السنترال نيرفس سيستم يتحكم لي بالوظائف اللا إرادية، اي تغير راح يسويه على السي في اس هو تغير لا إرادي، فهو يتحكم بالوظائف اللا إرادية من خلال السمباثيتك والباراسمباثيتك نيرفس سيستمز. السمباثيتك نيرفز ما نسميهن وانما مباشره نقول سمباثيتك نيرفز، اما الباراسمباثيتك فايبرز او الباراسمباثيتك نيرفز فراح ينتقلن ضمن الفايبرات ضمن الفيجاس نيرف، نفس الفيجاس نيرف اللي اخذ لي معلومات من الايورتيك بوديز هو نفسه كذلك يحمل باراسمباثيتك فايبرز راح تجيب لي ردود الفعل للهارت وحتى تسوي التغيرات عليه. فالسمباثيتك نيرفز والباراسمباثيتك فايبرز تتمثل بالفيجاس نيرف، لان احنا شنو الفكره؟ الافرنت باثوي هو اغلبه للهارت، صح عندنا الارتريز اوف ذا بودي، لكن التغيرات اللي نتخذها احنا بشكل مباشر هي اغلبها للهارت، فلهالسبب الفيجاس نيرف هو يوصل للهارت ويغذي. فمن نتشعب مثل ما شفنا انه افرنت باثوي كان من عدة اماكن اخذناها على شكل اربع اقسام، لان عدة تحسسات بالكاروتيد بودي بالكاروتيد بايفوركيشن، عدة تحسسات بالايورتيك ارك، عدة تحسسات بالهارت نفسه ضمن الاذين والبطين، فتجيني الافرنت باثوي من عدة اماكن، لكن الافرنت باثوي هو يروح يجري التغيير على الهارت نفسه، فهو مسار واحد يتمثل لي بسمباثيتك نيرف وباراسمباثيتك نيرف اللي هو الفيجاس نيرف. زين هسه عرفنا الباثويز، لازم نعرف هسه شنو الرفلكسز اللي راح يسويها الجسم. رفلكس ريجوليشن اوف ذا هارت، اولا البارو ريسبتور كنترول، these receptors are sensitive to stretch they are
affected by the rate of change of blood pressure or by an increase of pulse pressure. نقول baroreceptors معناها متحسسات للضغط. شلون يتحسسن الضغط؟ يتحسسن الضغط من خلال الستريتش، من خلال تمدد الوعاء. كل ما شاف ان الوعاء اللي هن موجودات بي يتمدد اكثر، معناها انا عندي blood pressure عالي. كل ما شاف ان التمدد مالتي خلال البلس قليل وضعيف، معناها انا عندي بريشر قليل. زين، their stimulation by rise of blood pressure causes a response of decrease of heart rate, decrease in left ventricle contractility, lowering of blood pressure. من يتحسس ان ضغط مرتفع، شاف ان التمدد عالي، تحسس ان ضغط مرتفع، راح يدزن اشاره يجي الريسبونس على شكل تقليل بالهارت ريت، تقليل بالكونتراكتيليتي، وتقليل وبالنتيجه راح يقل البلد بريشر. هنا نعيد، بارو ريسبتورز متحسسات ضغط، تحسس ان عندنا ستريتش معناها عندنا بلد بريشر مرتفع، راح يسوون رد فعل من الجهاز العصبي المركزي على شكل تقليل للهارت ريت وتقليل الكونتراكتيليتي حتى رجع البلد بريشر الى طبيعته. لكن تحسسهن محدود ضمن نطاق، وهو من 50 مليمتر زئبق الى 170 مليمتر زئبق. اذا قل البلد بريشر تحت هذا المقدار او زاد عن هذا المقدار يتوقف تحسسهن وما راح يسوون اي ريفلكس ولا راح يسوون اي تغيير على البلد بريشر. Their sensitivity being modulated e.g. for example بالهارت فيلر. شنو معناها تحسسهن؟ معناها اكو ظروف تغير الحساسيه مالتهم. شنو هاي الظروف؟ الان نتكلم عنها. نقول baroreceptor response modulation. احنا عرفنا شنو baroreceptors، عرفنا اليه عملهم، لكن لازم نعرف شنو الظروف اللي تاثر على عملهم. اول ظرف تكلمنا عنه انه محدودات برينج من البلد بريشر، وهو من 50 إلى 170، خلاف هذا النطاق ما يشتغل. بعد baroreceptor sensitivity may be decreased in essential prolonged hypertension and heart failure. في حالات ارتفاع الضغط المزمنة وفي حالات الفشل القلبي راح يصير decreased sensitivity مالتهم بعد ما يكون لهم تأثير على blood pressure. ليش؟ شنو السبب؟ لأن بهاي الحالتين راح يزداد عندنا تركيز الصوديوم ضمن البلد، ضمن البلازما، راح يزداد تركيز الصوديوم المتصل بالarterial walls، فبالنتيجة الصوديوم له تأثير على تقليل حساسية البارو ريسبتورز. هذا هو السبب الأساسي. ونقدر نضيف سبب ثاني إنه نقول خصوصا بحالة الاسنشال هايبرتنشن وحتى في حالة الهايبرت فيلر، لأن هن حالتين مزمنات ولمدة طويلة مستمرة، فراح يصير لهن adaptation، فنسمي الريسبونس مالتهن صار له modulation، يعني اعتادا على هذا الوضع، فبعد ما يصير ريسبونس لهن. ذاك ما يخص البارو ريسبتورز. أما ما يخص الكيمو ريسبتورز فهن نفس العمل، لكن حساسيتهم تكون لأمور مختلفة. فاحنا لازم نميز، من نقول baroreceptors معناها ذني يتحسسن الضغط، من نقول chemoreceptors معناها ذني يتحسسن مواد كيميائية اللي يتمثلن تحديدا بمحتويات البلد للأكسجين وثنائي أكسيد الكربون. The stimulation of the receptors اللي موجودات وين؟ بالكاروتيد والأيوتيك باديز. طبعا للتأكيد، حتى احنا ذكرنا بالأفرنت باثوي عندنا أربع مجاميع، قلنا عندنا بالكاروتيد ساينس ذا نيتشا تشانن بارو ريسبتورز، قلنا عندنا بالكاروتيد بوديز ذا ني كيمو ريسبتورز، بعد قلنا عندنا بالأيورتيك بوديز كذلك كيمو ريسبتورز، وعندنا ستريتش ريسبتورز في أماكن مختلفة من ضمنها الأتريال وول والفنتريكل وول واللنج وغيرها، ذني بارو ريسبتورز. يعني مجموعتين منهم كانوا بارو ريسبتورز ومجموعتين كيمو ريسبتورز. تكلمنا عن البارو ريسبتورز، الان نتكلم عن الكيمو ريسبتورز. وين موجودات؟ بالكاروتيد والايورتيك بوديز.
شو وقت يتحسسن شو وقت يتفعلن during severe hypoxia من تحسسن عندنا نقص عالي بالأكسجين شو راح يسوون decrease the heart rate and cardiac muscle contractility and rise of blood pressure يقلل الهارت ريت ويقلل الكارديك موسل كونتراكتيليتي لكن يرفع البلد بريشر من خلال تحكمهم بالتوتال بريفرال ريزيستنس يقلل لنا حتى يرتفع الضغط ليش احنا راح نقلل الهارت ريت ونقلل الكونتراكتيليتي في سبيل اقلل الاو 2 ديماند لعضله القلب انا من عند ما عندي اكسجين ما راح اقدر اغذي عضله القلب كفايه فحتى لا تسوء الحالة وتدخل العضلة في حالة دمج وإسكيميا أنا أقلل الجهد عليها أقلل الهارت ريت أقلل الكونتراكتيليتي لكن بنفس الوقت أنا راح أرفع الضغط حتى أوصل البلد أكثر إلى أنحاء الجسم وخصوصا لمنطقة اللنج حتى أوصله أكثر وبهدوء أقل بسبب تقليل الهارت ريت والكونتراكتيليتي حتى يصير له تبادل غازي أكثر أما stimulation of the receptors الموجودات mainly those exist in left ventricle عندنا chemoreceptors موجودات بالleft ventricle causes a bradycardia and hypotension تأثيرهم مختلف الموجودات بالaortic والcarotid bodies كذلك bradycardia لكن يسوون hypertension rise of blood pressure بينما الموجودات بالleft ventricle يسببن لنا hypotension بالإضافة للبراديكارديا وهذا الرفلكس نسميه Bezold Jarisch Reflex These receptors are also stimulated by metabolites and hypoxia during myocardial injury ممكن هذه الريسبتورات كذلك تتحفز نتيجة الميتابولايتس ونقصان الأكسجين في حالات الميوكارديال infarction أو الميوكارديال injury أما ما يخص الأتريال ريسبتورز المتحسسات الموجودات بالأترية are vagal nerve endings sensitive to stretch or distension موجودات بجدران الأذين يتحسسن للتمدد ذني شنو الفكرة من عندهم mainly located in right atrium and in the pulmonary vein left atrial junctions موجودات بجدران الأذين الأيمن وفي منطقة التصال البولمونري فين مع اللفت أتريم stimulation of these receptors by stretch or distension by small balloons result mainly in a reflex increase of heart rate without change in the inotropic state of the heart or blood pressure شنو معناها؟ من هذه الريسبتورات تتحسس للتمدد هن وين موجودات؟ موجودات بالأتريم وحتى من نقول بالبولمونري فين ليفت اتريال جنكشنز يعني هنا قاعد يتحسسن الاتريا بشكل اساسي اثنيناتهم فمن يتحسسن تمدد شنو الفكره يعني اللي قاعد يطلنا اياها معناها قاعد يطلنا فكره انه انا قاعد يرجع لي بلاد هوايه للهارت طبعا هاي هنا من نقول باي سمول بالونز هاي معناها اذا احنا نختبرها ندخل سمول بالون والنفخه ونمدد الأذين أو نمدد هذه المنطقة الموجودات بيها فراح نشوف هذا رد الفعل لكن هنا استجابتنا الطبيعية من الصير عندنا زيادة بالبلد فوليوم بهذه المنطقة ويتمدد الأذين ويتمدد الـ هذه الريسبتورات وتتحسس وتدزلنا إشارة الاستجابة لهذا الشيء راح يكون عبارة عن heart rate increase فقط راح القلب يزود الهارت ريت ليش؟ لأن أنا معناها هنا عندي هواي بلد قاعد يرجع للهارت أو ممكن سبب آخر أنه أنا ما عندي بلد كفاية قاعد يطلع من الهارت عندي مشكلة بالمسار والبلد ما قاعد يطلع من الهارت بما فيه الكفاية فأني أزود معدل النبضات حتى أطلع بلد أكثر حتى أقلل الفوليوم أوف بلد بالأترية فيقل التمدد ويقل الاستجابة من هذه الريسبتورات لكن ليش ما نزود البلد بريشر ولا نزود الكونتراكتيليتي الاينوتروبيك ستيت يقصد بها الكونتراكتيليتي وقلنا ما راح يزودها لا هي ولا البلد بريشر هالشيء بسبب انه انا ممكن تكون عندي زيادة الضغط داخل الاذين هي بسبب حالة هارت فيلر على سبيل المثال القلب ما قاعد يقدر يضخ عندي بما فيه الكفاية فالدم اتكدس عندي بالبطين ورجع اتكدس بالاذين وما يقدر يطلع بسلاسة من القلب
فأني ما راح أجهد القلب أكثر وأزود الكونتراكتيليتي أو أزود البلد برجر عليه وأصعب أكثر عملية خروج البلد من الهارت. فأني اللي أريده فقط أنه أزود الهارت ريت حتى ممكن أزود معدل خروج البلد من الهارت وأقلل البلد والأتريال ستراتشينج. أما بما يخص الباين بريج ريفلكس في العالم باين بريج سنة 1915 showed that rapid infusion of normal saline into the right atrium caused a reflex increase of the heart. بالضبط نفس الفكرة للرفلكس اللي تكلمنا عنها قبل شوية، انه من نطي normal saline يعني نطي سائل للright atrium فهذا راح يتحسس زيادة الفوليوم اللي صار عندنا، فمباشرة راح يزود الهارت ريت في سبيل انه يتخلص ويطلع من هذا البلد او هذا الفلويد الاضافي اللي دخل الى الهارت. يعني هذا الباين بريدج ريفلكس هو نفسه تمثيل لعمل الاتريال ريسبتورز.